66 66 66 66 66 66 طعم الاركوبال النهارده يا جماعه. الناس تعرفنا الصوره والصوت. قلنا بكره ايه؟ قلنا النهارده يا جماعه بكره السبت يا عروسه يا ام العروسه، بكره هبالك طعم الاركوبال 66 بدل 1000 جنيه. حط لايك ومنشن بسرعه، اكتر حد هيحط لايك ومنشن دلوقتي لاصحابه واصدقائه الكسبان معانا. حط لايك يا حاجه، حط لايك يا ام العروسه. الصوره والصوت اهم حاجه، علشان النهارده جايب لك كل ده يا جماعه. النهارده كان عامل 9000 جنيه، هتنزلي تاخديهم بكره السبت من 11 للساعه 6 في جميع فروع روميو. كل ده هتنزلي تاخديه بكام؟ ب 4949. ايوه 4949. جايب لك ايه؟ جايب لك المونيا، جايب لك جرانيد، جايب لك ملامين، جايب لك طعم النهارده طعم الشاي والجاتوه ملك النيش يا حاجه. بكره باذن الله السبت اخر يوم في العروض اللي هي نازله معانا. الاسعار احنا اكتشفنا ان اسعار غليت كتير جدا. انا بقول لك لا، بكره اسعارنا هي هي، واحنا فاضلين سبتين بقى اسعارنا هي هي. العروسه ام العروسه اللي هتنزل بكره هتاخد جهاز العروسه ب 4949، هتاخد طعم اركوبال هديه ب 66 جنيه. مش كده وبس، الطعم ده بكره يا جماعه ب 66 جنيه على جهاز العروسه، على جهاز العروسه اهو بكره ب 66 جنيه. الناس يا جماعه تعرفنا الصوره والصوت وهنكسب دلوقتي. كل اللي لسه داخل يا جماعه لايك وشير ومنشن. الناس تعرفنا هكسب، انا فرحانه معانا. انا هكسب يا محمد دلوقتي، هكسب رسم اللايكات، اكسب دلوقتي من اللايكات يا حاجه. كل خش يعمل سكرين واعرف له الصوره والصوت بسرعه. لايك وشير اقول لك الف مبروك، لايك ومنشن اقول لك الف مبروك. انا هكسب يا محمد دلوقتي. عبد الرحمن تعملي في المجموعات كلها وعلى صفحتك الشخصيه، اقول لك كسبانه فرحانه معانا، كسبانه فرحانه معانا. بصوا كده هنعمل مشاركه لاهل اتريب رومني وبنها. بقول لكم النهارده موجودين في اهل اتريب، مشاركه على جروب اهل اتريب يا جماعه، مشاركه على البنها يا جماعه. قلنا بنها العسل، قلنا يا جماعه اعلان 6 اكتوبر، قلنا يا جماعه روميو، قلنا كل يا جماعه يعمل ايه شير اللايف ده، قلنا يا جماعه اهل المرج العسل، قلنا يا جماعه شبرا الخيمه روميو وصل، قلنا يا جماعه اسيوط، اسيوط المعلمين عند كوبري السادات. بكره يا جماعه ما ننساش كل اللي انت شايفاه ده. بكره يا جماعه، بكره بدل 9000 جنيه بكره هنبيعه لكم في عرض الساعه من الساعه 11 للساعه 6. لو انت عروسه ام العروسه اخو العروسه ليك فرصتك ان انت ممكن تشرفنا بكره السبت. هتاخده ب 4949 جنيه. ده غير كده وبس، عامل لك عرض مفروشات 16 فوطه ب 1000 جنيه، عامل لك عرض على الملايات 4 اطن ملايه ب 1000 جنيه. كل العروض دي بكره السبت يا جماعه، الاوبن داي مفتوح باسعارنا القديمه هي هي. تابعوا اللايف يا جماعه للاخر، تابعوا اللايف يا جماعه للاخر. سامة احمد لسه داخله تعمل مشاركه، حنان علام لسه داخله تعمل مشاركه، سهير صبري لسه داخله تعمل مشاركه، صلي على خير البشر لسه داخله تعمل مشاركه. لايك وشير، انا بكسب من اكتر واحد بيعمل مشاركه. تعالى لايك وشير هقول لك الف مبروك، ثواني لايك وشير هقول لك الف مبروك، اكتر واحد هيعمل منشن هقول له الف مبروك. سلوى اجا لسه داخله تعمل مشاركه، ام اسلام لسه داخله تعمل مشاركه، عبد الرحمن منصور لسه داخله تعمل مشاركه. نوصل لل100 ونكسب 90، ناقص لنا 10. منشن لغيرك عشان غيرك يستفاد. عبد الرحمن لسه داخل يعمل منشن، عبد الرحمن لسه داخل يعمل منشن. طول ما انت مع اللايف لايكات، طول ما انت مع اللايف لايكات. ام ندى لسه داخله تعمل مشاركه، ام ندى لسه داخله تعمل مشاركه، حنان علام، ام مهرائيل، ام نياز، يلا بينا يلا بينا يا محمد يا محمد. مريم مسعد لسه داخله تعمل مشاركه. قلنا لكل الناس اللي داخله معانا دلوقتي اركوبال ب 1000 جنيه بكره ب 66 66 طعم اركوبال بكره يا جماعه. كم قطعه يا روميو؟ كم قطعه يا روميو؟ 24 قطعه يا جماعه.
24 قطعه يا جماعه ب 66 جنيه ب 66 جنيه عايزين نفتح يا محمد كده والنبي افتح كده يا محمد امسك كده معايا والنبي امسك هنا افتح الثانيه انت من عندك افتح الثانيه والثالثه عند روميو ايه حكايتك حكايه يا ثواني يا وحش اتفرجي يا حاجه ورن على التليفون تعالوا يا جماعه كل اللي عايز يحجز العرض يا جماعه يحجز عن طريق 012-033-18-17-2 العرض متاح يا جماعه للشحن لجميع المحافظات العرض موفره لك بكره يا جماعه ابعتي فلوسك على فودافون كاش تمام وحول لك العرض ده في اي جميع محافظات مصر اي عروسه مش موجوده في القاهره اي عروسه متاحه في اي مكان في محافظات مصر العرض متاح في جميع المحافظات هوصله لك ابعتي فلوسك على فودافون كاش هنوصل لك العرض في جميع محافظات مصر تعالى يا محمد كده بص كده 66 جنيه بكره يا جماعه 66 طقم اركوبال حراري ماكرويف يا جماعه محمد بتقول لك فين ب 66 جنيه ب 66 جنيه بكره يا جماعه 24 قطعه ب 66 جنيه ب 66 جنيه ب 66 جنيه شغال قلنا كله ايه كله خش على اللايف بسرعه يا جماعه تعالى بقى نعرفكم بالعروض تعالى نعرفكم بالعروض التحفه اللي نازله معانا يا محمد يلا يا راجل صلوا على النبي يا جماعه صلوا على النبي يا جماعه صلوا على النبي يا حاجه انتوا قاعده بالله عليك لا تصلي على النبي قلنا يا جماعه النهارده روميو بيقول لك احنا بنعلى بيكم وبنجيب عروض وبنعمل عروض عشان خاطركم شغال النهارده ايه يا ريس معانا ايه معانا ايه اول حاجه قبل ما اقول لك العرض صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام اي حاجه انت جايباها داخل العرض ممكن نستبدلها بحاجه تانية يا محمد شغال اي عروسه تجي لك جايبه مثلا ملامين جايبه المونيا جايبه جرانيت جايبه اركوبال ممكن نستبدل بالحاجه تانية. مش جايبه حاجه تاخد العرض كله شغال كامل متكامل تاخد العرض كامل متكامل بس في حاجه بسيطه جدا النهارده لو انت مثلا الطقم ده عامل في العرض 500 جنيه هيتحسب بال 500 خدت حاجه ب 1000 جنيه هتدفع الفرق تمام حلو قوي تعال بقى نسمي الله عندنا طقم الدهان بيد عباره عن 8 حله 1 2 3 4 5 6 7 8 طبعا حفر ليزر الشغل الجديد حفر ليزر تمام طب احنا ما نسيناش جبنا المونيا الدهان جبنا لك طقم جرانيت حاجه تركي حاجه نظيفه جدا تمام زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو طقم يا جماعه تحفه جدا زي كده كثافه 6 مللي مش كده وبس كمان يا جماعه عباره عن اربع حله من مقاس صغير لايه اربع مقاسات اكبر مقاس في معاكي 28 مش كده وبس جبت لك معاها اللي هو ايه الطاجن اهم حاجه الصوره والصوت يا حاجه واضحه ولا لا معاكي الطاجن يا جماعه عباره عن كثافه 6 مللي بصوا كده حاجه نظيفه تمام يا جماعه ده بكره باذن الله داخل معانا العرض العرض يا جماعه كان عامل معانا 9000 جنيه عاملينه بكره في عرض ايه عرض على قد الايد اقل على قد ايد على قد الايد هتنزلي تشتري على قد الايد تمام العرض يا جماعه الفتره محدوده لا تلحقيه لا ما تلحقيش بكره من 11 للساعه 6 طبعا العلوين هنقول لك العلوين في اخر اللايف تمام طقم ملامين تصميم ماليزي حاجه نظيفه جدا انا بقول لك انا بطلع يا جماعه بسرحك انا بسرحك على كل منتج عندي عندنا حاجتين اهم حاجه اقول لك اهم حاجه المصداقيه واهم حاجه اقول لك المنتج اللي عندي ايه اذا كان يا جماعه الاصلي او التقليد احنا ما عندناش ان انا ايه اقول لك لا ده تركي ولا مش عارف ايه المصري اقول لك على مصري والتركي اقول لك على تركي تمام عندنا يا جماعه تصميم ماليزي طقم ماليزي حلو جدا شيك جدا النهارده ملامين طبق وطبق طبعا في معاكي خمس ست اشكال او 10 اشكال تختار اللي انت عايزاه طبعا طبق يا جماعه اللي هو الغويط ومعاك المسطح ومعاك السرفيس ومعاك الملاحه العباره عن الطقم ده 38 قطعه شغال يا ريس تمام معانا ايه تاني يا روميو في العرض معانا ايه تاني يا روميو في العرض معانا يا جماعه طقم الشاي والجاتوه 17 قطعه طقم الشاي والجاتوه 17 قطعه بصوا كده حاجه تحفه يا جماعه حاجه رقيقه
يعني مش هقول لك بالكبر ان انا هجيب لك حاجه كده كبيره، لا حاجه رقيقه كده يا جماعه سيمبل، حاجه مش لازم بالكبر خلاص. موضوع الكبر دلوقتي ما فيش، الناس بطلت تعمل نيش يا جماعه، بتعمل حاجه كده سيمبل، حاجه كويسه تمام. بصوا كده يا جماعه، عارفين يا جماعه العرض ده يا جماعه لو احنا حسبناه كده يا جماعه في يوم خارج العرض عامل معانا 9000 جنيه. رومي بقول لك بكره السبت اخر يوم عرض الاوبن داي، بنشتغل خميس جمعه سبت، بكره معانا العرض ده يا جماعه السبت من 11 صباحا للساعه 6. اي فرع من داخل روميو نزلتي فرع اسيوط المعلمين هتلاقي نفس العرض، نزلتي المرج الجديده هتلاقي نفس العرض، شبرا الخيمه نفس العرض، حدائق زيتون نفس العرض. بالنسبه يا جماعه فرع شبرا الخيمه كله صلى على النبي، فرع شبرا الخيمه احنا الدور الثالث، ملناش اي فروع في الدور الارضي تمام. روميو يا جماعه ليه شخصيته بنفسه، هو في الدور الثالث فقط. انت جاي على روميو اطلعي الدور الثالث، خدي فكرتك عند روميو، عجبك حاجه خدي، ما عجبكش حاجه دي حاجه ترجع لك، وشوف العروض عندنا. مش كده وبس، تعالى نعرفك، جايب لك الهديه بتاعتك يا ست الكل، يا عروستنا يا ام العروسه. بكره جايب لك طقم الاركوبال ب 66 على كله، ده هتاخديه هديتك ب 1000 جنيه، بكره هتاخديه ب 66 جنيه اهو. بصوا يا جماعه، عندك ست يا جماعه اطباق، وعندك ست غويط، وعندك ست بوله، وعندك كام قطعه؟ 24 قطعه. بكره يا جماعه خدنا الالومنيا، خدنا الجرانيت، خدنا الملامين، خدنا طقم الشوي الجاتوه ب 5000 جنيه. قلنا عرضنا كام؟ 4949 جنيه. عند حصولك العرض ابو 9000 جنيه بكره هتاخديه من روميو في كل الفروع باذن الله. بتاخد الالومنيا، بتاخد الجرانيت، بتاخد الملامين، بتاخد طقم الشوي الجاتوه البورسلين 4949 جنيه بس. وكمان هديتك ما تنسيش تنزلي وتروحي، اسالي على طقم الاركوبال هديتك ب 66 جنيه. طب لو انت مثلا محتاجه طقم الاركوبال لوحده، لو انت مش هتحتاجي اي حاجه تاني غير الاركوبال ب 1000 جنيه، بكره هعمله لك عرض ال 549 جنيه. 549 جنيه. طب لو انت ايه استفدت معانا بالعرض، من ليك الحق ان انت هديتك من عندنا بحاجه رمزيه ب 66 جنيه تمام. تعالى اعرفك بقى العروض اللي تكون متاحه معانا تاني كمان. طبعا معانا حاجات كتيره جدا في العروض، احنا ممكن نوريهم دلوقتي العرض الموجود معانا. تعالى طبعا عندنا جرانيت اشكال والوان وسيراميك تعالى بص كده معانا، جايب لك طقم جرانيت زي كده، شغل يا جماعه تركيات، شغل يا جماعه تركي بالاختام تمام. معاكي عايز اعرفك قبل ما تنزلي تفكري من بيتك، معايا طقم الجرانيت يبدا معاكي من 1000 جنيه، طقم الجرانيت يبدا معاكي من 1000 جنيه، وعندي طقم جرانيت يا جماعه تحفه زي ده كده، ده كان نازل يا جماعه معانا النهارده في العرض ب 5500. طقم ده يا جماعه طبعا كلنا عارفين حاجات تركي وخامات يا جماعه تركي، وبالاختام بتاعته ده يخش ايه مميزاته حلوه جدا. ده يا جماعه الكميه قليله، يعني الناس اللي تلحق يا دوب الكميه هتكفي معانا بكره السبت بس، ومتوفر في كل الفروع. الكثافه دي 8 مللي، 8 مللي ده يا جماعه عباره عن كان عامل معانا 5500، 5500. فرصتك ان انت بكره تنزل السبت اي فرع يا جماعه هتاخد العرض ده بكام يا روميو؟ بكره منزلينه في عرض من 11 ل 6 باذن الله وفضل من عند ربنا، بكره يا جماعه 3950 جنيه، 3950 جنيه من 5500 تمام. عندنا يا جماعه شركه بونيره، طبعا بونيره الاصلي، بونيره الاصلي، ركزي في كلمه بونيره الاصلي تمام. طقم بونيره اصلي يا جماعه بالاختام بتوزيع حراري وحاجه نظيفه جدا. ده يا جماعه مكون من 4 حل يا جماعه، ومعاكي طقم، معاكي حته جريل تحفه قوي فيه يا جماعه. انا اكتر حاجه عجباني في الطقم ده الجريل بتاعه، الجريل بتاعه مربع يا جماعه ومضلع، حاجه نظيفه جدا. ده يا جماعه كان عامل معانا النهارده 5500.
مع السعر الجديد اللي نزل لينا النهارده والشغل الجديد اللي نزل لينا النهارده، روميو كان بيبيع ب 4600. انا بقول لك بكره يعني فرحه كل العرايس اللي هتشرفنا بكره في اي فرع، هتنزلي تاخديه ب 4 ب 3650 جنيه. 3650 جنيه الطقم ده. ففرصتك تنزلي معانا بكره وتزورينا في اي اقرب فرع ليكي، اقرب فرع لحضرتك تروحيه هتلاقي نفس العرض. بالنسبه يا جماعه العرض حلو، تعالى بقى نجرب لك حاجه تاني. عندي طقم سيراميك، كل عروسه نفسها هتجيب سيراميك متاح عندنا. اي عروسه متاحه تجيب سيراميك. بصوا كده يا جماعه ب 3000 جنيه. ب 3000 جنيه. طقم سيراميك ب 3000 جنيه زي كده، بكره رومي بيقول لك لا، انزلي يا عروسه يا ام العروسه لم المنزلي ب 1849 جنيه. 1849 جنيه. مش كده وبس يا جماعه، تعالى نعرفك حاجه تانية برده كمان عندنا. بصوا كده يا جماعه، جبت لك السفلون، حاجه نظيفه جدا جدا جدا، معاها الطاجن جريل وتوزيع. طقم زي كده يا جماعه تحفه جدا، الحله بتاعته ميزته حلوه جدا. الطقم ده، الطقم ده يا جماعه الميزه بتاعته ايه؟ الطقم ده ميزته ان الحله الكبيره 32. طبعا في الجرانيت علشان تجيب حله 32 بسيط جدا. الطقم ده يا جماعه الحله بتاعته 32، حله كبيره حراري تمام، بتخش معاكي يا جماعه طاجن، عايز تخش في الفرن طاجن شغال معاكي. الكثافه بتاعته يا جماعه دي 6 مللي، كثافته 6 مللي تمام. الطقم ده يا جماعه كان عامل معانا النهارده ب 5700 جنيه. 5700 جنيه. بكره يا جماعه رومي بقول لك منزله في العرض 4 حله ومأكل جريل تمام، منزله لك بكره 3849 جنيه. مش كده وبس، جبنا لك وفرنا لك المقلايه باشكالها والوانها كلها، المقلايه تمام فوق السبعميات كمان. مش كده وبس، وفرت لك شغل الدهان، طقم دهان زي كده بكره ب 99 جنيه بس. طقم دهان زي كده بكره ب 99 بدل من 250 جنيه اهو يا جماعه. الورده بكره يا جماعه ب 99 جنيه، اي فرع تروحيه قولوا له عايز طقم الدهان ب 99 جنيه. 99 جنيه بكره معانا في العرض يا جماعه في جميع فروع روميو. يا جماعه الاسعار بتزيد والله العظيم، بس انا بقول لك فرصتنا بكره ممكن نلحق ونستفاد بالعروض. تعالى بقى عندنا تشكيل ستانلس، طبعا حلو جدا، عندك الستانلس، عندك الالومنيا، عندك الجرانيت، عندك في تشكيل حلو قوي في المنزل يا جماعه. طبعا شرفونا، تعالى نشوف بقى ايه تشكيله الدهان عندنا. في تشكيل دهان برده عندنا حاجه حلوه، وفي عندنا تشكيل الصواني برده كمان يا جماعه. طبعا النهارده عندنا ضغط، طبعا العرض بيخلص تمام، عندنا تشكيله صواني زي كده حلو قوي. تعالى محمد كده هات لي كده التشكيل الجديد. التشكيل يا جماعه الجديد ده كله نزل معانا النهارده، طبعا حاجات حلوه جدا يا جماعه زي كده. كله ده يا جماعه باذن الله، ده يعني باذن الله كله ده متاح معانا في كل الفروع، مش فرع واحد بس، اي فرع تنزل هتلاقيه، هتلاقي العرض موجود. طبعا انا بعرض لك دلوقتي من داخل روميو بنها، احنا العرض اللي داخل دلوقتي اللي احنا بنعرضه من سنتر روميو بنها طريق الموقف الجديد في معرض سيارات المحمدي. بالنسبه للتواصل، الناس اللي عايز تعرف توصل ازاي اي فرع، فرع بنها، فرع المرج، اي فرع عايز توصلي له، اكتب العنوان فين دلوقتي وهيردوا عليكي على طول تمام. مثبتكم احنا مثبتين يا جماعه العناوين بالظبط. بكره يا جماعه 200 جنيه بس الطقم ده يا جماعه، بكره ب 200 جنيه عندي الطقم ده بكره يا جماعه ب 200 جنيه. وعندي حاجه ثانيه يا جماعه، وعندي حاجه ثانيه يا جماعه نازله بكره بكام؟ عندي حاجه زي كده نازله ب 175 جنيه. 175 جنيه تمام. وعندنا تعالى اوريك الالومنيا، تحفه قوي. عندنا الالومنيا طبعا كله عايز الالومنيا موجود، تشكيل الالومنيا يا جماعه الكميه اللي موجوده عندنا دي بكره يا جماعه تمام. الومنيا الدهان موجود، الومنيا يا جماعه سانوكي موجود، شاورما عندك اللي انت عايزاها هتلاقيه موجود عندنا باذن الله يا جماعه. حابين تشرفونا ننزل بدري، طبعا عندنا شويه رفايع كتير جدا، عندنا جرانيت وعندنا طقم توزيع وعندنا حاجات كتيره بصراحه. فانا حابب ان انتوا تنزلوا بكره تنورونا وتتفرجوا بعينيكم على المنتج وتفرجوا في الحاجه اللي موجوده عندنا. والحقي الحقي فرصتك، هتنزلي بكره ما تبقاش متردده، لو متردده ما تنزليش من بيتك، لو متردده لو ماسكه على ايدك ما تنزليش من بيتك، لما تنزلي تاني يوم وتالت يوم في العصا اللي تغلى هتفك ايدك وهتندمي، لكن بكره ما تندميش، انزلي على روميو بكره. انا بحب الناس اللي بتبقى ندمانه، انزلي كده مش تبقى انت ايه جايه من ايدك وماسكه ايدك كده جوه ايه
حطها جوه جيبك خايفه تطلعي ايه اللي جوه جيبك، بكره هتاخدي بالغالي، اقسم بالله هتاخدي بالغالي. وحصلت عندي، وبعض العملاء كانت تيجي وترجع تاخد بالغالي. طب ليه؟ ليه؟ مكان فين؟ مكان العرض قدامك وتزعلي. تعالى يا محمد كده على السريع كده، تعالى بقى نعرفكم حاجه جديده وديزاين جديد. طبعا عندنا استانلس، عندنا حاجات كتيره جدا، عندنا تشكيل يعني الدنيا، يعني الدنيا بايظه بصراحه عندنا، الدنيا بايظه عندنا، بس يلا مش مشكله نوريهم برده شويه حلويات. طبعا حافظ الطعام موجود، حافظ الطعام موجود. بكره هبيع لك التركي ابو 600 ب 250، طعم الكنك اللي استانلس ابو 600 جنيه وحط فيها 1000 خط ابو 600 بكره ب 250 جنيه. وعندك الجرانيت موجود كمان لو انت عايز الجرانيت موجود، تمام. عندنا برضو طقم توزيع، وخليكي فاكره وانزلي اي مكان بكره ب 300 جنيه بس. لف اي مكان في مصر، لف اي مكان في مصر. طقم توزيع ده بكره يا جماعه ب 300 جنيه، 300 جنيه. كله يسمي لو يعد، ادي واحد والله مش بعده، اتنين، تلاتة، اربعة يا حاجة، كتير قوي على فكرة يا جماعة، خمسة، ادي ستة، الصورة والصوت اهم حاجة، ادي سبعة، ادي تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، ومعاكي الحامل بتاعه يعني 12 قطعة. كان عامل بعد 450 جنيه، بكره هيكون من 11 ل 6 عرض بنها، العرايس بنها، اليوبيه، طوق، اها، من القمح، العطار، كفر شكر، كفر شكر، بيت العطار، العمار، العمار، دجوه، دجوه، طحله، طحله، الرمله، الرمله، سلام، عزبه السوق، للرمله وعزبه السوق يا جماعه، شغال اتريب، 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 احنا يا جماعه واقعدين في اتريب اول بنها ونوعها اتريب. اليوبيه كلها بكره تحضر معانا في مفاجاه حلوه قوي لكل العرايس تيجي بكره. بكره يا جماعه عاملين مفاجات هتعرفوها بكره. اي عروسه هتشتري فاتوره ب 1000 جنيه هتخش على سحب معانا على جنيه ذهب. اي عروسه هتخش معانا بكره باذن الله المسابقه دي هنعلن عنها من اول يوم معانا بكره، عاملينها في بنها، هنكسب معانا خمس عرايس كل عروسه جنيه ذهب. كل عروسه جنيه ذهب. المسابقه دي يا جماعه هتكون لفتره لمده 15 يوم. في فتره ال 15 يوم دول اي عروسه مشتريه ب 1000 جنيه حسب ما انت بتزودي حسب ما يكون اسمك جوه الباكت اللي احنا هنعمله. هتيجي الفاتوره بتاعتك هتسيبي منها نسخه وانت هتاخد نسخه وهنحطها، ويوم هنحدد يوم هنعمل فيه هنوزع الجوائز كل واحده جنيه ذهب من داخل روميو فرع بنها. دي يا جماعه مفاجاه لاهل جروب روميو. اهل بنها تنتظر خمس ايه؟ خمس جنيهات ذهب، 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 ذهب. طيب بالنسبه لبقى العروض متوفره في انهي فروع؟ العروض كلها متوفره في كل الفروع مش فرع بس. عشان في ناس بتسال عن عناوين الفروع. العرض يا جماعه متوفر معاك، هنبدا معاكي سريعا على العرض ايه المتوفر معانا. عندنا فرع اسيوط، طبعا وجه الصعيد كله بيخدم على الصعيد كله، بيخدم مثلا على اسيوط وسوهاج وبوتيج ودرونكا كمان. روحي اسالي على مول روميو في اسيوط هتلمي جهازك كله من مفروشات من منزلي اللي انت عايزاها هتلاقيه، تمام؟ تمام. هتنزلي من المحطه بتاعت اسيوط هتلاقي عربيات ب 10 جنيه قول لمول روميو اسيوط هيوصلك قدامه. بالنسبه لفيصل جايه من الفيوم، جايه من بني سويف، جايه من اكتوبر، هتنزلي على الدائري الواصله، تنزلي الواصله توك توك ب 3 جنيه روميو عند كشري المجنون. هتنزلي هتخش من مدخل العماره هتطلعي لنا الدور الثاني هتلاقي صرح وطرح عندنا في عروض المفروشات والمنزلي. بالنسبه حدائق الزيتون، احنا في حدائق الزيتون اول شارع ترقه الجبل، تمام، روميو الزيتون في شارع ترقه الجبل مش اخر البرطمان شغال. قلنا يا جماعه روميو في حدائق الزيتون شارع ترقه الجبل في طبعا دورين، دور لقسم المفروشات ودور لقسم ادوات المنزليه. بالنسبه المرج الجديده، اهل المرج طبعا حبايبنا، المرج الجديد بيخدم على ابو زعبل وعين شمس خصوص عين شمس مطريه، بيخدم على كل المربع اللي هناك، تمام. كل العروض يا جماعه احنا بنعرضها النهارده علشان في اسعار كتيره جدا هترفع معانا،
بس احنا طالعين احنا ما يهمناش ان احنا نكسب قد ايه، احنا يهمنا نخلص البضاعه بتاعتنا ونجيب بضاعه جديد. تمام. بالنسبه شبرا الخيمه، لو انت شبرا الخيمه، احنا في شبرا الخيمه الشارع الجديد، بنطلع الدور الثالث قدام استديو الجنايني، تتدهرك استديو الجنايني، هتطلعي في اول دور مش تبعنا، تاني دور كيلو ستوك يا جماعه بيبيع بالكيلو، احنا فوق ايه في الدور الثالث فقط. تمام. قبل ما تفكري تنزلي بقى من بيتك والنبي يا حاجه، روميو براندات، روميو براندات ببيعك البراندات بسعر ايه الشعبي، اقسم بالله ببيع لك البراندات بسعر الشعبي، ما عنديش ان انا هجيب لك حاجه شعبي. قبل ما افكر ابيع لك افكر ابيع لاختي، قبل ما افكر ابيع لك افكر هبيع حد جاي تعبان بعرق بعرق جبينه تعبان وشقيان، ان انا هديله حته جاي الالف جنيه اللي جايبه ما اعرفش جايبه ازاي تعبان فيه، فانا لازم هديكي حاجه نظيفه. لما اقول لك ده ب 250 جنيه اعرف ان رومي هيجيلك حاجه نظيفه، مش عايز اقول لك ب 100 جنيه اضحك عليكي، لو قلت لك ب 100 جنيه اضحك عليكي اسرقك، مش عايز اغلى عليكي وايه واجي اقول لك ده ب 100 جنيه، في ناس ناصحه جدا سنت رومي يا جماعه اسعار متجوده، خشي هتلاقي السعر متجود اهو، تخش زي كده بيقول لك 750 جنيه الطقم، 550 جنيه بينزل لك عرض 499 جنيه، بيعجبك بتاخديه. في بعض الاماكن الثانيه مش هحط لك سعر، اي قطعه خش عليها زي كده حاطط لك سعر ما اعرفش العب عليك، لكن بعض الاماكن الثانيه هيمسك لك منتج زي ده هقول لك ب 100 جنيه، فرحت يا حاجه بال 100 جنيه سعرهم حلو قوي اقسم بالله، هيجي البياع هيرفع عليك حاجات كتيره جدا، هيطلع من وراك بال 1000 جنيه وال 2000 جنيه وانت تبقى فرحانه ومبسوطه. فانا بقول لك قبل ما تفكري تنزلي على روميو خلي اهم حاجه المصداقيه معاك. تعالى نعرفك عروض المفروشات سريعا. شغاله يا وحش نكمل المفروشات معانا؟ تمام يلا بينا. تمام يلا بينا. منورين. نور يا حاج. تعالى طبعا بص كده عايز اقول لكم بكره والله العظيم والله العظيم شغال لك حته براند ب 350 جنيه بطانيه اسمها دفايه بطانيه عشان ما حدش يضحك عليكي، يعني في ناس دي دفايه بطانيه، ازاي دفايه بطانيه؟ يعني هي الوبر بتاعت البطانيه. بكره يا جماعه اللي انتوا شايفينه ده بكره باذن الله موجود منها الاربعه ب 1000 جنيه. المضلعه دي يا جماعه بكره الاربعه ب 1000 جنيه. ده يا جماعه الشكل الجديد بكره الشكل يعجبك يا جماعه، طبعا حاجه نظيفه اهم حاجه الصوره والصوت. عندي هنا الاربعه ب 1000 جنيه. الاربعه بكام يا استاذ حسام؟ ب 1000 جنيه. حلو. طب تعالى كده معايا بكره والنبي يا حاج احط لايك معايا عرض الخمسه ب 1000 جنيه. طب ايه الفرق عشان لما تخش المول عندنا في بنها او اي فرع الفرق في حفر ليزر، والفرق ان هو في ساده. الوبر ايه الساده؟ بص كده الساده الخمسه ب 1000. الساده بكام؟ الساده بكام؟ الساده بخمسه. الساده خمسه ب 1000 تحفه قوي يا جماعه الحته دي والله العظيم. دي يا جماعه خمسه ب 1000 جنيه، خمسه ب 1000 جنيه. تمام؟ يبقى كده احنا عملنا لكم عرض الاربعه ب 1000 جنيه وعملنا لكم عرض الخمسه ب 1000 جنيه، مش كده وبس. تعالى بقى النهارده انا عارف ان ايه في ناس تعبانه معايا النهارده. معانا قسم الفوط طبعا براندات اللي انت عايزها هتلاقيه، عايز حاجه ب 100 موجود، عايز حاجه ب 500 موجود، عايز حاجه ب 400 موجود، بس انا جايب لك حاجه بسعر حلو. ايه سعر حلو؟ اجيب لك علبه زي دي تركي. تعالى نحسبها مع بعضينا، انا اشتري الثلاثه دول ب 350 جنيه في علبه لوحدهم كده ب 350 جنيه. انا بقول لك بكره لو احنا حسبنا دي يا جماعه دي بتتباع بره في اي مكان ب 750 جنيه. لا انا بقول لك بكره مصنع، بص عليا هتملى عينيا شغال. بص بقول لك المقاس كام، كمان كاتب لك المقاس متر في 50. بكره يا جماعه دي نازله معانا 525 بدل 750 جنيه. السته دول قطن الباكت ده يا جماعه بكره السته ب 600 ب 750 بكره تنزلي في اي فرع تبع روميو 525 جنيه. تعال نجيب لك عرض حالا حلو قوي دلوقتي. تعال بص كده معانا لحظه بس نشوف الفوط.
الفوط، تشكيل فوط حلو قوي على فكره، كتير جدا. وانا برضه هوريك فوط ثاني كمان. تعالى جايب لك صفقه فوط، اقسم بالله عايز بكره اخلي بالها كلها تتكلم على روميو، القاهره كلها تتكلم على روميو. جايب لك بكره، جايب لك ست فوط، ست علب مش ست فوط، في ناس بيقول لك ست فوط، لا انا جايب لك ست ايه، ست فوط، ست علب، علبه، اختاري بقى الاشكال اللي انت عايزاها. ست علب فوط بكره ب 1000 جنيه، علبه 2 3 4 5 وتاخد عليهم واحده 6. الست علب بكره هيكونوا من 11 ل 6 ب 1000 جنيه في جميع الفروع. الست فوق الست علب يا جماعه، ست علب ب 1000 جنيه، ست علب فوط ب 1000 جنيه. تعالى بقى نشوف ايه علبه يا جماعه، طب كده ونشوف الخامه بتاعتها والماتيريال بتاعتها. يمكن روميو ايه مقاسات صغيره، شغل ايه، نتفرج مع بعضينا. مطرز، شغل تطريز، هاند ميد، تمام. عايزين محمد، فين محمد؟ خد يا عبد الله، محمد عايز ميه. ميه يا عبد الله بسرعه. اه بعت لمحمد بسرعه يلا. وريهم يا استاذ حسام تشكيل عندنا هنا. بص كده يا استاذ حسام، الفوطه اللي احنا بنبيعها الست علب بكام؟ ب 1000 جنيه. يمكن هي بولستر يا جماعه، ولا بترمي لون ولا اي حاجه. هات يا محمد كده. تمام؟ فوطه يا جماعه شرب بتشرب الميه، تمام؟ انا بقول لك بيع لك الست ايه؟ ست علب بكره يا جماعه ب 1000 جنيه. الميه للفوطه مش للشرب. خد يا عبد الله، خد يا عبد الله تعالى كسب يا محمد. ده البركه بتاعت المكان يا جماعه، شغال بقاله يومين، البركه عندنا. تعالى يا محمد، تعالى يا عبد الله عايز. ده البركه عندنا النهارده، تعالى. ازازه الميه وصلت كام يا عبد الله؟ جاب ازازه الميه بكام يا عبد الله؟ والله يلا بينا نكمل يا جماعه، يلا بينا نكمل. دي يا جماعه اللي هي مقاسها مقاس 60 في ايه؟ متر 20. دي بكره هتاخد الست علب ب 1000 جنيه. ست علب بكره ب 1000 جنيه متوفرين في كل الفروع. تمام؟ محمد كسب الناس والنبي. حاضر يا ريس. كسب الناس دلوقتي. تعالى بقى يا استاذ حسام جايب لك حاجه حلوه جدا في الاطفال، وجايب لك برده خمسه، جايب لك 20 فوطه بكام؟ جايب لك 20 فوطه بكره ب 1000 جنيه كمان. 20 فوطه بكره ب 1000 جنيه. يا جماعه العرض ده ساير معاكم بكره السبت في فرع فيصل، كعبيش، طوابق، في الكشري المجنون. في ناس كتير جدا بتسال من الفيوم يا جماعه، السوشيال ميديا بترد علينا دلوقتي، الفيوم، بني سويف، 6 اكتوبر، الشيخ زايد، كل الناس يا جماعه، الجيزه، العمرانيه، كله ده متاح معاكي في فرع فيصل. يا جماعه انا موفر لك العرض في كل الفروع. اي فرع قريب ليكي انزلي وخديه. 20 فوطه بكره ب 1000 جنيه. 20 فوطه بكام يا محمد؟ 1000 جنيه يا ريس. اهو يا جماعه. 20 فوطه يا جماعه المقاس 50 في متر، مقاس كام؟ بص يا جماعه 20 فوطه يا جماعه، 20 فوطه من دي ب 1000 جنيه. بتاخد 20 فوطه يا جماعه من دول كده ب 1000 جنيه. يعني خمس علب، اربع علب، كم؟ خمس علب، خمسه ب 1000. الخمس علب ب 1000 جنيه، يعني العلبه تقف عليكي 200 جنيه، يعني ال 20 فوطه هيقفوا معاكي، الفوطه تقف معاكي 50 جنيه، الفوطه تقف معاكي 50 جنيه، حاجه عروسه مش حاجه حاجه تاني. تعالى بقى كفايه عليهم كده. اخر حاجه نعرفكم بيها طبعا كفر الانتريه اللي احنا موفرينه برضو. ايه بس استاذ حسام عارف معاني كده اكتر من كده يعني. كفر الانتريه معانا النهارده 2 كرسي 2 كنبه،
تمام، متوفر معانا اخر كميه دي لو الناس عايز تشرفنا بكره بالعرض ده. اخر حاجه يا جماعه نعرفها لكم طبعا ايه العرض يا جماعه، كان عامل اول مره نفتحه بس نفتحه لكم طبعا. الكميه دي يا جماعه هتكون نسال على الصوت مبدئيا يا جماعه، الصوره والصوت اهم حاجه عشان الشبكه يا جماعه، معلش الشبكه يعني معلش. طب كسب الناس في البدايه، كسب الناس يا محمد، يلا كسب الناس. حنان علام تعمل مشاركه ولا الف مبروك. حنان علام مبروك، كسبت معايا هديه من داخل السينما. تعمل مشاركه ولا الف مبروك. ننسى عادي، كسبت معايا من رومي وفرع بنها، الاستلام من فرع بنها فقط. منشن لاصحابك واصدقائك بسرعه يا جماعه يلا. طارق ربيع اعمل منشن اقول لك الف مبروك. يلا يا جماعه كله ايه منشن بسرعه يلا. مين اكتر واحد هيعمل منشن اقول له الف مبروك؟ منشن اقول له الف مبروك، لايك ومشاركه اقول لك الف مبروك. بصوا كده يا جماعه طقم الديكور يا جماعه، طقم الديكور يا جماعه تحفه جدا. ده يا جماعه الخامه معاكي في الغسيل. هبه اسماعيل لسه داخله تعمل مشاركه اقول لها الف مبروك. عايزين نوصل 100، عايزين نوصل 100. طب نوصل ال 100 يا جماعه نبدا عشان احنا عايزين نكسب. طارق ربيع يعمل مشاركه اقول له الف مبروك. مين منشن؟ منشن لخمسه هكسب حالا. اللي يعمل منشن كسبه. منشن لخمسه اللي تجيله عشوائي بقى. هات لي يا محمد مين؟ هات البطاطين. هات بطاطين من بره يلا بسرعه. مين؟ حنان علام تعمل منشن تاني ممكن تكسب تاني. لسه فاضل 40. يلا يا جماعه منشن بسرعه ومشاركه. على صفحتك وعلى المجموعه كلها اقول لك الف مبروك. ومنشن بسرعه يا جماعه عشان خاطر كل الناس تستفيد معانا. مي زكي لسه داخله تعمل مشاركه. الناصر عماد الدين لسه داخل يعمل مشاركه. طول ما انت مع اللايف لايكات بس، لايكات ولفلفه بس. اقول لك الف مبروك. دي يكسب حافظه. يلا يلا. يلا يلا نبدا. بص يا جماعه ده امسك يا محمد معايا. الناحيه الثانيه. ده يا جماعه اللي هو الديكور تمام؟ في منه ايه؟ في منه خامتين. في خامه لما تيجي تغسليها هتلاقيه وسع معاكي وما خدش ايه وضع الايه؟ الانتريه. انا اجيب لك النضيف كان بيتباع بره ب 1800 جنيه و 1700 جنيه. بكره يا جماعه هيكون معانا ب 949 جنيه بس. 950 جنيه بس. 950. كم قطعه؟ ده عباره عن اثنين كرسي واثنين كنبه. اثنين كرسي واثنين كنبه يا جماعه. فعايزين تشرفونا بكره باذن الله في كل الفروع. عندك اثنين كرسي واثنين كنبه. ده يا جماعه نازل عليه ضمان سنه. نازل عليه ضمان سنه من ساعه ما بتستخدميه. تمام؟ عندنا برضو حاجات تانية كتيرة جدا في العرض. طبعا عندي تشكيل ملاية يبدأ معاكي من اول 250 جنيه طقم الملاية. عندي حاجات تركي زي كده يا جماعة طبعا براندات. يعني الطقم ده يا جماعة يعدي معاكي ال 500، الطقم ده يعدي معاكي ال 500. وعندك طقم ملاية ب 150، وعندك طقم ملاية ب 250 جنيه. طبعا في ايه؟ تركي، حاجة نظيفة، مقاس. بص كمان اوريك حاجة بسيطة فيه. المقاس هنا 42 في 82. خامة قطن. خامة قطن 100%، خامة قطن 100%. بصوا كده يا جماعة. بصوا يا جماعة هات لي محمد بسرعة. بصوا كده يا جماعة الحتة دي كده. كل ده يا جماعة شغل تركي. قبل ما تفكري تنزلي اتفرجي ايه. بصوا يا جماعة حاجة حاجة نظيفة جدا جدا. حابين تشرفونا؟ والله ما بيتفتح يا جماعة. بصوا كده حاجة نظيفة. ده كفاية يا جماعة. بكرة السبت الحقي الحقي وانتظري كل الجديد اللي نازل عندنا بكرة. مش كده وبس يا جماعة، جايب لك معاك الطقم. معاك الطقم، رد معاك الطقم. هات لي محمد كده الطقم. هو بيعمل لايف. معاكي الطقم يا جماعة نازل معانا ب 249 جنيه بكره. الطقم ده يا جماعه معاكي 249 بدل 450 جنيه. اهو شغل الماسه. اهو يا جماعه شغل الماسه يا جماعه. بكره بقول لك روميو منزله بكام. بكره بقول لك بكره نازل معانا 249 بدل 450 جنيه. تمام؟ زي ما انا عندي ابو 250، عندي ابو 500، عندي ابو 600. تيجي تختاري على عجب عينك. تمام؟ تعالى بقى تشكيل ملايه حلوه قوي نازله تحفه قوي 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 يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده التشكيل ده كله يا جماعه. التشكيل ده يا جماعه كله اهو.
بصوا كده يا جماعه تشكيل تحفه جدا. العميد مع ضمان ضمان يا جماعه كمان شايل الضمان يعني بنروق ايه بنروق العروسه. اغسلي اغسلي واستخدمي وتعالي استبدلي كله شايل الضمان. والخامه بتتكلم عن نفسها مش محتاج ان انا اتكلم على المنتج. عندك يا جماعه الحته دي تكرار يعني خامس مره الحته دي تكرار خامس مره الحته دي ساده. الشغل يا جماعه تحفه جدا زي ما انتم شايفين ان ايه اللي هو الكرانيش دي يا جماعه ساده كده حاجه نظيفه. دي يا جماعه النهارده روميو عاملها من 750 لا بكره هتنزلي تاخدي الاثنين ب 900 جنيه بدل 750 الاثنين ب 900 جنيه تمام. لو احنا قلنا 750 في 2 ب 1500 هتوفري يعني بكره تاخدهم 950 900 جنيه بس 900 جنيه بس. طبعا عندنا يا جماعه تعالى اعرفك شويه كوفرت حلوين جدا وخلاص كده كفايه عليكم النهارده كفايه عليكم النهارده. تعالى طبعا هنا كده طبعا عندي يا جماعه بكره ده هيكون معانا الحفل الاطفال ده هيكون معانا بكره 750 جنيه الحفل الاطفال اتنين خدوديه اتنين مخده. الحفل ده يا جماعه بكره هيكون 750 جنيه اللي عايز الحفل الاطفال بكره ينزل ياخده. الحفل الاطفال يا جماعه ب 750 جنيه بكره هيكون معانا في بنها 750 جنيه. ده يا جماعه خامه نظيفه وش ساده وش ايه ده بكره يا جماعه هيكون معانا 750 جنيه. طبعا العرض يا جماعه هيكون في كل الفروع مش فرق بنها بس. اهل بنها العسل بكره تشرفنا من 11 للساعه 10 بالليل بنفتح من 11 وبنقفل الساعه 10. العرض يا جماعه مستمر معاك المفروشات من 11 ل 10 بالليل مواعيدنا من 11 ل 10 بالليل. طبعا بالنسبه لعرض جهاز العروسه المنزلي من 11 للساعه 6 تمام عشان خاطر الكميه مش هنقدر نقاوم الكميه لغايه الساعه 10 بالليل تمام. بالنسبه يا جماعه الدفايه زي ما احنا قلنا بكره هيكون العرض الخمسه ب 1000 وعندنا تشكيله ملايه زي ما احنا شايفين السري دي اللي هو يا جماعه اللي هو المجد وحاجه اتش دي حاجات نظيفه جدا. طبعا بتختار الاشكال اللي انت عايزاها عايزه رسمه بناتي موجود عايزه كرانيش موجود. طبعا مش جايبه معاك ال 350 جنيه في عرض بكره بدل 500 و400 يعني حته زي دي يا جماعه بكره هتنزلي بكره تاخديها ب 350 جنيه بس. طقم مشجر زي كده يا جماعه خامه نظيفه جدا وتحفه ب 350. تعالى بقى ايه التشكيل ده يا جماعه ايه اولاد الملك الشغل يا جماعه بتاع اولاد الملك يا جماعه بتوع العرايس العرايس اللي هم ايه الدقيقين جدا اللي عايزين حاجه حلوه بكره يا جماعه طقم اطفال زي كده تحفه جدا موجود معانا. تشكيل ملايه يا جماعه نازل في كل الفروع يا جماعه مش فرع بنس مش فرع بنها بس. قلنا لما نقول لك مصر يبقى مصر يا جماعه فخور ان ايه بلدي مصر. بصوا كده يا جماعه اهو تمام تصميم يا جماعه تصميم حاجه نظيفه جدا مش كده وبس جبت لك حاجات تركيات. عندي طبعا قسم البرانس زي ما انتم شايفين قسم البرانس كله يا جماعه معاك بكره البرنس معاك من اول 200 جنيه ليك حريه الاختيار. عندك البرنس 200 جنيه عندك البرنس 650 عندك 850 اي برنس انت نفسك فيه هتلاقيه. بس يا جماعه اغلى برنس مش هجيب معاك ال 850 عشان بره ما حدش يضحك عليكي. معايا طبعا الكوفرتات دي اخر حاجه اللي قدامكم دي الكوفرتات دي يا جماعه اخر كميه عشان اللي عايز يلحق يلحق بكره. الكوفرتات يا جماعه معاكي تبدا من اول 349 جنيه معاك الكوفرتات دي يا جماعه التركي معانا يبدا معاكي من اول 350. وعندي عرض تاني منزلهولك يا عروسه يا ام العروسه. بصوا كده يا جماعه الحته دي حلوه جدا التشكيل ده كله موجود معانا بكره يا جماعه في بنها والمرج وفيصل وحدائق الزيتون وشبرا واسيوط في كل فروع روميو هتلاقي العرض كله موجود والكوفرته متوفره بكميه. دي يا جماعه معديه ال 1000 جنيه الحاجات دي معديه ال 1000 جنيه قبل ما تفكري وتنزلي اعرفي ان دي معديه ال 1000 جنيه بتتباع بره ب 2000 و3000 جنيه. طبعا دي يا جماعه بيبقوا تفاصيلها ان هي زايد معاها طقم ملايه وشغل هاند ميد وشغل يا جماعه زي ما انتم شايفين حاجه فعلا حاجه حلوه جدا نازله. بالنسبه البطاطين عندنا تشكيل بطانيه حلو عندنا تشكيل بطانيه حلو معانا معانا تشكيل بطانيه حلو بكره يا جماعه اخر كميه الموجوده في البطانيه عشان هنستلم سعر جديد اخر شغل معانا في البطانيه علشان هنستلم سعر جديد. بالنسبه يا جماعه شركه مرونة يا جماعه شركه مرونة يا جماعه نازله معانا بكره ب 1199 جنيه بكره بس. شركه مرونو كانت عامله 2000 بكره 1199 جنيه بكره بس يا جماعه. معانا البطانيه الحصان امسك يا محمد بكره يا جماعه البطانيه الحصان عملتي فاتوره ب 20000 جنيه
هتاخدي بطانية الحصان دي بكرة هدية ب 200 جنيه. عملتي فاتورة ب 20,000 جنيه تمام؟ هتاخدي البطانية الحصان دي ب 200 جنيه. كل الناس ركز معايا. دي بكرة يا جماعة نازلة ب 200 جنيه على الفاتورة ب 20,000 جنيه فقط في جميع فروع روميو. عاملة فاتورة ب 20,000 جنيه، الناس بتركز معايا. عاملة فاتورة ب 20,000 جنيه هيديك روميو بطانية طبقتين الحصان ب 200 جنيه بس. يعني بكره هنبيع لك البطانيه الحصان ب 200 جنيه. طب لو انت عامله فاتوره بكام؟ ب 10,000 جنيه. لو عامله فاتوره ب 10,000 جنيه هديك بطانيه مثلا وزن 4 كيلو. طب لو انت عامله فاتوره ب 15,000 جنيه هديك بطانيتين اطفال. لو انت عامله فاتوره ب 15,000 جنيه هتاخد بطانيتين يا محمد؟ هتاخد بطانيتين اطفال هديه. انا عارف والله. شغال؟ كفايه عليكم ولنكمل ونوريكم باقي العروض بكره باذن الله. باذن الله بس الفرصه دي لستة. الفرصه دي مش هتعوض يا جماعه. النهارده معانا المخرج الاستاذ حسام يا جماعه اللي مشرفنا النهارده في فرع بنا شغال يا جماعه اللي هو اللي بيعمل لكم الفيديوهات. نشكره يا جماعه واحلى دعوه ليه وربنا يكرمه بعروسه يا جماعه. شغال بكره يا جماعه. طبعا اي حد يا جماعه يجي بنها وانا مش موجود في محمد يا جماعه هو موجود في بنها يعرفكم على العرض المنزلي عرض المفروشات. لو انت عروسه وجايه تجهزي اول ما تخشي السنتر على طول اسالي على ايه؟ على مدير الفرع او حد في الفرع علشان يعرفك العروض كلها. شغال يا ريس. لو انت عروسه وهتلم الحاجه كلها تعرفي عشان ممكن تقفي مع السيلز يا جماعه كون لسه واقف جديد. فانا ما ينفعش ان انا هزعله وهمشيه ونقطع اكل عيش الناس بسبب حد يا جماعه النهارده يقول لك السيلز مش عارف حاجه. سلسة يا جماعه طالع من بيته عشان ياكل عيش وفي لسه ولسه جاي ولسه جاي جديد ولسه جاي جديد. النهارده نحس بظروف الناس على راي عبد الله اللي جايه تشتغل دي النهارده يا جماعه وتقف معانا. لولا مدينتها صعبه شويه لولا ما هي تنزل ايه تقف معانا في الشغل. فانا برجوكم يا جماعه اي حد نازل معانا اي عميل يجي ينورنا السلس اللي بيبقى واقف ممكن يكون ليه اول يوم في العمل ممكن يكون ظروفه صعبه شويه في نفس الوقت ظروفه ممكن ضيقه ما اعرفش يوصل لك العرض اللي انت عايزاه. فالنهارده انت لما تكون عايزه جهاز العروسه كله حاول انزلي وشوفي العروض اللي نازله. وكمان 11 ل 6 العرض بكره يا جماعه. المفروشات من 11 ل 10 من 11 ل 10 المنزلي من 11 ل 6 تمام أي البطانيه فطورة. البطانيه من 11 ل 6 ب 200 جنيه ب 200 جنيه على فاتوره ب 20 شغال يعني مش 20 او يعني 18 شغال ماشي. ماشي ب 200 جنيه ماشي. شغال يا ريس وتصبحوا على خير شغال وجود باي وانتظرونا كل يوم في جديد. الواننا بنها طريق الموقف الجديد في معرض سيارات المحمدي شبرا خيمه الشارع الجديد محط الفله حدائق الزيتون شارع تلات الجبل ابراج بسند فيصل كعبيش طوابق في كشري مجنون اسيوط المعلمين عند كوبري السادات المرج الجديد عند كوبري محمد نجيب. كل سنه وانتم طيبين وباذن الله كل العروض متاحه بكره السبت اخر يوم في عروض الاسعار القديمه. حابب كل الناس تشرفنا بكره يا جماعه بدري وربنا يفرح كل العرايس. ما تنسوش هديتك بطانيه حصان ب 200 جنيه.